ليش كنت تيجي تاخد الزبالة بدري شوية يا حبيبي؟ هو انت لا مؤاخذة ده انا بحسبك الزبال. لا يا فندم، ده انا قصدي جاي لسيادتك علشان خاطر موضوع صغنطط. هنا في البيت مش كان بره احسن؟ لا يا فندم، الموضوع اللي جاي لك فيه ما ينفعش ابدا غير انه يتقال في البيت. الله يا فضحتي، والجيران لما يشوفوك يقولوا علي ايه دلوقتي؟ ما يقولوش حاجة، اصل انا جاي لغرض شريف. غرض شريف؟ ده انا بحسبك جاي لغرض تاني. اتفضل في الصالون. اهلا وسهلا. لا والنبي ما تقعدش هنا ما يليقش بمقامك. انا مستريح كده كويس. لا اتفضل يا اخويا على الكنبه اريح لك تستريح اكتر. اهلا وسهلا. والنبي انا مكسوف قوي. الله، مكسوف ليه؟ اغمض عيني عشان ما تتكسفش. طب اصل دي اول سابقه وشرفك، عشان كده الكلام مش راضي يطلع من بقي. طلع الكلام من مطرح ما يعجبك، بس خلصنا قبل البنت ما ترجع من بره. حاضر بقى، انا مكسوف والله. بريه منك يا ساهي. مكسوف؟ طب قول لي في ودني. وشوشني. اصل انا احب الوشوشه. اصل الحكايه مش عاوزه لا وشوشه ولا يحزنون. فانا جاي اقول لك يا ست هانم ان الحب مش عيب. عيب ليه يا روحي؟ ده شيء من مستلزمات الحياه، زي الهوى، زي الاكل، زي الميه، زي الانفلونزا. تمام، زي الانفلونزا. ولما تقل عليا الحب بقيت اعمل حاجات جنونيه كتير. عارفاها ومحوشهالك. محوشهالي؟ يوم بيوم، شهر بشهر. استنى اما اقوم اجيب لك الدوسيه. شوف. يا نهار اسود، جواباتي جبتيهم من ايه؟ من البلكونة يا روحي، من البريد الجوي. نهار اسود، وقريتيهم كلهم؟ كلهم من الالف للياء. وعرفت ان انا بس ما تكملش. اتقي الله في قلوب العذارة. عذارة؟ ايوه بس يا ست هانم، انا لسه ما قلتش حاجة. ايه ما قلتش؟ امال ايه اللي مجاوباتك دي؟ النار يا حبيبي النار. ايوه، ما انا علشان عارفهم نار يا حبيبي نار، جيت اطفي لقلبها واطلب القرب. يا ساهي، يا مية من تحت تبني. يا بتاع الفريكيكو. كيكو؟ فضلت تعاكس وتشاغل، لما ما لقيتش فايدة جاي دلوقتي تطلب القرب. طب يا ست هانم، هو اخرة الحب الشريف ايه غير الجواز؟ يا سلام، جاي ومالي ايدك، زي ما تكون عارف ان اللي هتخطبها دي اول ما هتقول لها على الخطوبة هتترمي عليك، هتلزق فيك. استغفر الله يا ست هانم، استغفر الله. الواحدة مننا مش لازم تعمل شوية تحريات عن العريس؟ لا يا فندم. يمكن العريس يكون كده ولا كده ولا كده. هو في الحقيقة دي أول حادثة جواز، وعلى العموم أنا شايف إن مدموازيل سامية مش ممكن أبدا هتعارض. الله، هي بنتي هتحكم عليا؟ يا سلام، هي هتفهم في الجواز أكتر مني. على العموم أنت كلك نظر، مش تسمحي لي بقى علشان بكرة أجيب الشبكة؟ شبكة؟ لا، استنى، إديني وقت، إديني فرصة. في الحقيقة بقى هي لا فرصة ولا بورصة. ايه اللي بطلته يا منير؟ لا ولا حاجة، دي تورتة كنت جايبها معايا. دي تورتة دي؟ امال ايه؟ دي صحن عجة. طب تسمحي لي ادوق؟ الله 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 الله، تعرف ان بقى طعمها طعم لما اتلخبطت. والنبي والنبي. طيب دوقني، اصلا انا احب اللخبطه. اتفضل. ها
الله دي لذيذة قوي. اديني كمان صباع. من وين دي صباع؟ ودي كمان صباعين وكمان ادي ثلاث صوابع. بس هدوقك انا بقى. يلا انت بقى، انت دوقيني بقى. هدوقك يا اختي. خدي يا حبيبتي. الله، كمان صباع. كمان صباع انجليزي بابا. كمان صباع. الله، كمان صباعين. الله، خدي كمان ثلاثة. يلا بقى، بصحة العروسة. بصحة العريس. وما أن يختلي العريس بعروسته في غرفتهم حتى يقترب منها مبتسما، فتضطر العروسة لخفض عينيها خجلا، فينتهز الفرصة ويأخذ دشا باردا لكي يعيد إليه نشاطه. دشا؟ وده معقول الكلام الفارغ ده؟ بقى واحد يسيب عروسته واقفة ويخش ياخد دش؟ لا، هو ايه؟ يا نهار اسود، اصل حصل لخبطة في الصفحات. يا بنت عبيطة يا دي البيت، انا بسألك على اسماعيل اذا كان يقدر يفتح بيت ويسد ويقوم بالواجب ولا لا. ولاش عرفني يا ماما. يعني هتفضلي طول عمرك كده هبلة زي القطة العمية؟ قصدي اقول يعني ولاش عرفني في الحاجات دي. يعني أقايس ووافق على طلبه؟ هو جالك يا ماما؟ جاني النهاردة الصبح وانتي برا وطلب القرب. صحيح والنبي يا ماما، وقلت له ايه؟ اتقلت عليه طبعا وقلت له سيبني افكر. تفكري في ايه يا ماما؟ يعني انتي ما عندكيش اي مانع؟ لا والله ابدا ابدا، انا اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفه. طيب قومي قومي يا شاطرة، اغسلي حتتين الغسيل عشان ما يبقاش ورانا حاجة ابدا. هوا يا ماما هوا. طلبك مقبول، تعال على طول، جايلك هوا، ده انا بتمرن فيه من الصبح. سامية، سيسة، سيب الغسيل وقومي الحي يا امك، قلبي، قلبي هيقف يا سامية، قلبي بيتكتك بيعمل تك تك تك، قومي الحقيني. ايه يا ماما دي رأيي حطيتيني في ايه؟ الدبلتين والاسوران. مالهم؟ زمانهم طالعين على السلم والحريص وراهم. وانا لا لبست ولا اتزوقت ولا عملت حاجه ابدا. يا بابا يا ماما اخس عليكي وسايباني كده في هدوم البيت. يلا تعالي ساعديني. ما بعدك انت تعالي ساعديني انا، ده انا اللي رك عليا. تعالي قولوا لمأذون البلد يجي يتمم فرح. اعمل ايه انا بس في المكواج المغفل ده؟ لغايه الوقت ما جابش البنطلون، عاوزنا اروح بيت العروسه اصبر. اعمل ايه وانا كل بدلي في التنظيف؟ حسين يلا يا حسين. خلاص يا اسماعيل يا فندم. طب اربطه كويس في الاسانسير. يخرب بيتك اللي بترش وقعتك كل صودا النهارده. حلوه الفورمه دي يا ماما. ايه يا بنت اللي انت عاملاها في روحك ده؟ دي فورمه كانت عاملاها واحده صاحبتي. واحنا مالنا ومالها؟ انت عايزه تكبري سني قدام العريس؟ ازاي يا ماما؟ طبعا لما اشوفك بالشكل ده هيقول عمرك 18 19 سنة، يبقى امك عمرها كام سنة؟ معلش يا ماما يا حبيبتي ما تزعليش مني، انا اسفة. الفورمة دي انا هغيرها ما دام مش عاجباك. وتغيري الفستان ده وتلبسي الفستان بتاع السنة اللي فاتت، ولا اقول لك الفستان بتاعي اللي فاتت، اللي فات، لا بتاع 3 سنين فاتوا.
الله، وماله الفستان ده يا ماما؟ عريان قوي يا بنتي، لما انت توري للعريس ده كله، امال امك هتوري له ايه؟ ايوه بس الفستان القديم قصير عليا. وماله، يخليكي حلوه وصغيره ومزقططه وزي التلامذه، ويصغر سنك ويصغر سني انا جنب سنك. الله، واخده البودره والروج ليه؟ البنات الصغيرين مش لازم يستعملوا حاجات زي دي. انت عايزه الحريس ينتقدنا ويقول علينا احنا ناس ما احناش محافظين؟ لكن يا ماما بس مش ماما مش عايزاكي تقوليها لي بعد النهارده، عايزاكي تقولي لي يا قبله. قبله؟ ازاي يا ماما؟ الله، برضو بتقول لي يا ماما؟ انت يا بنت عايزه تطفشي العريس. لا 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 ابدا يا قبله. جدع، يلا اعملي بقى اللي قلت لك عليه. حاضر يا قبله. سهله. اه يا قبله. يا ستر، هينشف على ايه ده؟ الله لا يكسبك يا بنت المؤذن. مفيش وقت. سنتين وانا حايل فيك هي سبب تعذيبي، هو الاسم حبيبي سنتين. ماما ماما. ايه يا روح امي؟ قبله، الجرس بيضرب بين العريس جه. يا خرابي، العريس جه وانا لسه ما كملتش لبس. طب اسمعي، روحي افتحي له ودخليه الصالون وقولي له انا جايه له حالا. حاضر. اسمعي اسمعي، اقعدي وياه شويه في الصالون واشغليه وقولي له ما يقلقش انا جايه له حالا. حاضر يا ماما. حالا حالا. اخواتي البت مزقططه وفرحانه، ايش حال لو كان العريس لها كانت عملت ايه؟ اهلا اهلا. هلو هلو، امال فين الست امك؟ هي حالا، اتفضل. مستشفى. اهلا، جاي تعمل ايه النهارده؟ انا جايب لك الشبكه. اهلا اهلا، اتفضل اتفضل اتفضل. والشبكه حلوه؟ تجنن، هتعجبك قوي. امال فين الست ماما؟ موجوده جايه حالا. تيجي بالسلامه. ما تيجي تقعدي جنبي. لا بعدين ماما. مامت ايه؟ احنا مش هنتجوز. انستنا انستنا. الله يأنسسك. صح، هتتجوزني يا سمعة؟ واتجوز امك. لا انت بتكذب عليا. يا شيخة اكذب عليك ازاي؟ يخونك الزلط اللي كنت برشقك فيه ده يا شيخة كان يبني عمارة ولا عمارة الاموبيليا. يا حبيبة قلبي. لا انت خدت عليا قوي، انا راح ابعت لك ماما. ماما؟ ما بلاش ماما دي يا ماما. انت لسه ما خلصتيش يا قبلة. خلاص، فاضل لسه اخر وش واتسرح وجاية. والنبي بسرعة احسن العريس قلقان. حاضر، اجري انت وتدبي لنا الشربات. حاضر يا ماما. ماما في عينك يا قبلة يا بيت. حاضر يا قبلة. يلا روحي. اسمعي، ما تدخليش علينا الا لما اندهلي. حاضر يا ماما. يا قبلة. بسرعة. قطيعه، الواحد قلبه بيتنطط زي الكره الفوتبول، كاني لسه ما دخلتش دنيا. يا خبرتي، بنطلوني نقع على الكنبه. الناس يقولوا عليا ايه الهنا. لا ولا حاجة، أصل مؤاخذة الدنيا حر وسحت وعرقي ساح على الكنبة. لا ملوش حق يسيح وأنا مش موجودة. اقعد اقعد استريح. سقعوا سقعوا.
الله الله، ما تبصلي كده ليه؟ ما تبصليش كده، احسن انا بختشي. لا لا، هي مش مسألة بتتكسفي، يعني انا شايف قدامي حاجة غريبة شوية بتفكرني ببيض شم النسيم. تقصد ايه يا منيل؟ لا اقصد يعني ان لون حضرتك اتغير عن النهاردة الصبح. يا سلام، انا لوني الطبيعي كده حكيم، انا زي الفاكهة كل ما يمر عليها يوم وهي فوق الشجرة من غير ما حد يقطفها تحلو. لأنها بتستوي. يا نصحتك، يعني أنا عجبك؟ يا سلام، ربنا يخليك لجمالك يا ست هانم. ما بلاش ست هانم دي، وامنع التكليف ما بيننا وبين بعض، واندهلي باسمي، ولا أقول لك اندهلي باسم الدلع بتاعي. واسمك الدلع ده يطلع غير آخر. شو بقى، انا اسمي شربات، لما شربات يدلعوها يقولوا لها يا ايه؟ يا شربة. شربة لما تمغص في مصارينك جاتك 60 نيلة. لا هذا انت خايب قوي، ناقصك دردحة. البركة فيكي بقى يا شوشو، هنبقى احنا الاتنين متدردحين. نعيتوا بقى، خلينا في المهم، ابوك مات عنده كم سنة؟ مات عنده 85. وجدك؟ 102. ايش دخل الاسئلة دي في مسألة جوازي؟ الله، مش عشان اطمئن على صحتك اشوفك هتعيش كم سنة؟ اطمئني، احنا عائلة معمرة. كويس، وبتلعب رياضة؟ امال يا ست هانم، انا بلعب سيجا واول سنه وكله. لا لا لا، مش غرضي. امال؟ انا قصدي يعني بتركب خيل، بتشيل حديد. امال يا فندم، انا بشيل حديد وزرنيخ ودبس وزلط وكله يا فندم وكله. يا واد يا جامد. يا بنت يا جامد. اي تنضرب في دراعك. معلش، هزارك خشن قوي. يعني انت اللي هزارك ناعم. ايه اسره، قول لي. نعم. جبت الشبكه؟ ايوه. فنية؟ في جيبي. هاتها. ايه؟ هاتها. طب بس مش لما تيجي مدموازيل سامية؟ معك حق، البنت تفرح. سامية سامية. حاضر يا أبلة، حاضر. يخت عليها، البنت فرحانة أوي. يا رب تتمم بخير. يا رب. شربات يا أبلة، مش تقدمي للعريس الأول يا بيت. اتفضل يا أبو. تسمحي لي مدموازيل سامية؟ ايدك لو تسمحي. وقعتك مهببة، انت بتلبسها هي الشبكة؟ ايوه، ما هي تبقى العروسة. هي العروسة؟ العروسة؟ العروسة. العروسة. يا مرحبا. لا لا ما تخافيش، دي دوخة الفرحة. 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 الفرحة.